ارجع ارجع شاب كيف انفق. شوفوا الاجواء لما بدهم يطلعوا عجل. هاي فيديو جديد ولايك وشير لجماعة. احنا بمزرعة دواسر زعرب. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي الشباب جهزوا حالهم عشان يطلعوا عجل ونشوف ايش نوعه ونوزنه. ايش برامو برامو؟ الولد. ايش بدك تطلع هذاك تاع الدور اللي فات؟ هذا ولا يحيى؟ لا القادر مين بجاوبش؟ اي واحد هذا؟ طيب ما هو هيك اي واحد تبعته؟ هذا؟ اتوقع اسمه هذاك. انا الاسمر هذاك. اول واحد اللي جنب الابيض هذا. نط من فوق الباب. هذا اللي نط من فوق الباب؟ وش بدي عم من عندك؟ هاي هذا المجنون هر يلا سلام لا مسؤول أمس البرام الشغل الصح هاي فاتح المزاح 400 يا كبير و 30 كيلو ما شاء الله تبارك الله صلى على النبي يا اخوان اللهم صل على النبي هاي بتطلعوه عجل ولا خروج هذا مجنون رسميا عن جد هي كيف بنفق يا عفو الله يا عفو الله هاي بدي لف اوعى يلا روح اجواء في السليم يا معلم ايش بدكم تطلعوا 64-90 هذا البرتغالي بالراحة عليه هذا الشغل الصح طلع من شو العجل ستين هاتو ارجع ارجع شاب ايش يا واحد اعطيه Oh, my God.
621 واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة أجواء العيد غير أجواء الغير عيد بالراحة يا روح شدع خليك شاطر يلا روح شاطر هذا العجل شاطر هذا العجل شاطر طواش هذا روح يلا روح الأجواء عند مزارب غير تسلم فيه سيبوا لحاله بروح شاطر هذا عايشين شاطر سكر قسما بالله أجواء ولا في الأحلام بتشوفوها بس بتشوفوها في قطاع غزة فرحة العيد غير شفتوا كيف الأولاد كل هدول معجبين وكل هدول إيش بطلع من إن شاء الله واحدة بتحكيلهم يلا ثلاثة طبعا معانا وحش الوحوش ياسر الشغل الصح حبيبي يا فضل احنا ترند 24 مالك ترندات ياسر صعبه ولا واحد مثل وحش لا سكر وين راح وين واشرد على التبن فوق تمرمط ده ايوه هيك يا اخوان يكون خلصنا فيديو لسه ضايل 20 فيديو بس خليني افرجيكم اخر اشاره للمتابعين واحد اثنين ثلاثة